تجربة مميزة وممتعة بانتظار زوار مدينة العقبة داخل منتجع وسبا وستن سرايا العقبة. اليوم كاميرا دنيا يا دنيا بتتجول داخل مرافق هذا الأوتيل حتى تعرفكم عليه. الفندق موجود على ساحل البحر الأحمر في مدينة العقبة وبيبعد 15 دقيقة فقط عن مطار الملك حسين وبيضم تقريباً 289 غرفة صممت حتى تقدم أفضل المزايا والخدمات للزبائن. تم افتتاح هذا الفندق في شهر سبتمبر من عام 2024 وفنادق ومنتجعات وستن هي جزء من مجموعة ماريوت بونفوي المميزة اللي بتضم أكثر من 30 علامة فندقية. وافتتاح هذا الفندق يعد بمثابة أول ظهور لعلامة وستن في الأردن وهو ثامن فندق ضمن برنامج ماريوت بونفوي. ومرافق وميزات هذا الفندق كتيرة ومنها أنه بيوفر تجربة الاستمتاع بنوم عميق للزبائن، فهو بيوفر أقصى درجات الراحة والاسترخاء في جميع غرف وأجنحة النزلاء البالغ عددها 289 غرفة وجناح، وكل غرفة تم تصميمها بعناية من حيث اختيار أغطية الفراش الفاخرة والوسائد الناعمة لضمان تجربة نوم عميقة وهادئة لجميع النزلاء. والفندق أيضاً بيوفر تجربة الاستمتاع بالطعام من خلال مجموعة متنوعة من تجارب تناول الطعام الرائعة خاصة في مطعم زينيا، وهو مطعم مفتوح طوال اليوم وبيقدم أطباق صحية بتعتمد على الخضار. أما مطعم كاي فبيقدم مجموعة أطباق فريدة وشهية ومميزة من جنوب شرق آسيا. صالة سرايا بتقدم الشاي والوجبات الخفيفة المستوحاة من المناطق الشاطئية، وبتميز المنتجع بموقعه ضمن مشروع سرايا العقبة، فبالقرب من المنتجع نادي سرايا الشاطئي اللي بيمكن الضيوف من الاستمتاع بالشاطئ الخاص فيه بالإضافة لمطعم سيجريتا باي ذا بيتش. ولمحبي الرياضة بيضم المنتجع استوديو اللياقة البدنية وستن وورك أرت، وهو مركز لياقة بدنية مصمم على أحدث طراز ومجهز بمجموعة كبيرة من الأجهزة المتطورة. وأهم ميزات أيضاً هذا الفندق إنه بيقدم تجربة الاستمتاع بالراحة والاسترخاء للزبائن، والنزلاء قادرين على الاستمتاع بالبيئة الهادئة في جلسات المساج المريحة وعلاجات الجسم والوجه الشاملة اللي بتجدد النشاط. ومنتجع وستن سرايا العقبة بيهتم أيضاً بالأطفال، فخصص لإنهم أكبر نوادي الأطفال في المدينة، وتحدث السيد فارس دغلس مدير عام فندق وستن سرايا العقبة وفندق المنارة لكجري كوليكشن، فقال في وستن سرايا العقبة بنحرص على تقديم إقامة متكاملة بتركز على الصحة والعافية في كل تفصيل. صممت غرفنا بعناية لتوفر أقصى درجات الراحة بالإضافة للمطاعم المتنوعة وسبا هيفنلي المكان المثالي للاسترخاء وتجديد الحيوية. كما نفخر بتقديم واحدة من أكبر مراكز الأطفال في العقبة ليضمن للصغار تجربة ممتعة وآمنة، ونتطلع لاستقبال ضيوفنا وتقديم تجربة فريدة من نوعها بالعقبة.